نظمت مراكز أطفال الشارقة رحلة علمية وثقافية لأطفال المراكز إلى متحف الشارقة العلمي، وذلك عبر إثارة فضول الأطفال أطفال المركز لمتابعة أحدث المبتكرات العلمية والتكنولوجية التي تجري من حولنا. مراكز أطفال الشارقة بوتقة ثقافية تنمي مواهب الأطفال في المعسكر الصيفي، لتأخذ الأطفال في رحلة علمية في أركان متحف الشارقة العلمي. فالزيارة في هذا الصرح الثقافي البناء لا تكتمل إلا بالمشاركة في عروض الفضاء والكهرباء الساكنة وفيزياء الحرارة المنخفضة وغيرها من العروض الكثيرة المميزة التي يقوم بتقديمها موظفو المتحف باللغتين العربية والإنجليزية بأسلوب حضاري. اليوم زارتنا مراكز أطفال الشارقة وعرفناهم على المعارض الموجودة عندنا، في عندنا أكثر من 50 معرض، عرفناهم على معرض الثقب الأسود، معرض نفق الظلال، أيضا معرض دراسة على طبق، معارض أخرى مثل معارض لقياس ردة فعلهم، وأيضا عرفناهم على بعض التجارب العلمية مثل عرض البرودة القصوى، ورجيناهم كيف ممكن نستخدم سائل النيتروجين استخدامات عديدة وبعض التجارب. يعتبر المتحف العلمي متحفا فريدا من نوعه على مستوى الإمارة، كونه يقدم المعارف العلمية بطريقة سهلة ومبسطة من خلال معروضاته المشوقة وعروضه العلمية القيمة التي يقدمها الرواد العلميون بالمتحف عن طريق ورش العمل وفعاليات ومحاضرات. أنا من مركز حلوان للطفل، وزرنا متحف الشارقة العلمي وعرفت كيف أن في كل جزء من الأجزاء الجسم له شيء يعمل فيه العقل يثبت المعلومات. أنا استفدت في المتحف أن النيتروجين حطيناه في شيء حي وطلعناه بموت، وإذا حطيناه شيء جماد وطلعناه خليناه حق شوي بيكون عادي. صمم متحف الشارقة العلمي لإثارة تفكير الصغار والكبار على حد سواء، فمن خلال هذه المعارض التي ينظمها متحف الشارقة العلمي يمكن للأطفال معرفة كل ما هو جديد في عالم العلوم والتكنولوجيا. هنا في متحف الشارقة العلمي نظمت مراكز أطفال الشارقة رحلة علمية وثقافية للأطفال لتقديم بعض العروض العلمية لهم. لأخبار الدار لمياء المازمي من الشارقة.